بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم بعون الله وتوفيقه دراستنا لسورة النور، وكان وقفنا في موضوع حادثة الإفك، وكان في الدرس الفائت أو الحصة الفاتت اتكلمنا عن الآية 11 اللي حدثة الإفك واحد، وشرحنا فيها معاني المفردات أو المعاني اللغوية، وعرفنا سبب النزول. طيب، معاني المفردات، ما معنى كلمة الإفك؟ ها يا ولد، ما معنى كلمة الإفك؟ أي وهو أشد الكذب وأقبحه. طيب، ما معنى كلمة عصبة؟ عصبهم جماعة، أي وجماعة من الأربع فصاعدا. طيب، ما معنى كلمة تولى كبره؟ أيوة، تولى كبره يعني تولى معظمه. وما معنى كلمة الإثم؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الإثم هو أيوة الذنب والخطيئة. عرفنا برضو سبب النزول. ما سبب نزول آية الإفك؟ أيوة، سبب نزول آية الإفك قلنا نزلت لتبرئة السيدة عائشة ومعها من؟ صفوان ابن المعطل من إيه؟ من تهمة الزنا التي اتهمهم بها من؟ المنافقون. نعم، على رأسهم من؟ رأس المنافقون من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. ده جملة ما تحدثنا عنه في الحصة الفاتت. الليلة إن شاء الله زي ما وعدتكم حنبدأ نروي قصة الإفك كما روتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولأن فيها تفاصيل مهمة عشان كده نركز على هذه التفاصيل. روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى أي غزوة من الغزوات أن يصطحب معه إحدى نسائه. يعني الرسول لو ماشي لأي غزوة كان بيسوق معه واحدة من النساء، واحدة من زوجاته يعني، وكان بيختار. نحن نعرف أن زوجات النبي عديدات يعني، فكان بيختار الواحدة اللي بتمشي معاه للغزو عن طريق القرعة. يجري القرعة بيناتهم كده، بتجعل لها القرعة يعني، فبتذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى بغزوة بني المصطلق أو بني المصطلق على حسب الضبط. بني مصطلق. في هذه الغزوة السيدة عائشة ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما انقضت الغزوة يعني انتهت الغزوة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، في الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالنزول. يعني الناس ماشيين كده، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، ففي الطريق الرسول أمر الجيش بأنه ينزل، هنسميه مكان نزول الجيش. أمر الجيش كله ينزل عشان يرتاح يعني من أثر السير لمسافة طويلة. وقامت السيدة عائشة قالت: وكنا النساء آنذاك يحملن في الهودج. في الزمن ده قالت النساء كانوا يحملوا في إيه؟ في الهودج. طيب ما هو هذا الهودج؟ الهودج هو عبارة عن، ممكن نقول على غرفة مصغرة من الخشب كده توضع على ظهر البعير، وبتركب المرأة داخل هذا الهودج. يعني ممكن يكون زي الشكل ده كده الهودج، وبيوضع على ظهر إيه؟ ظهر البعير، والمرأة بتكون راكبة داخل هذا الهودج. فده الهودج. يعني السيدة عائشة قالت: كنا النساء آنذاك يحملن في الهودج. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الجيش بالنزول، السيدة عائشة قالت: فجاء الصحابة أو الجنود المسؤولين عن هودج السيدة عائشة اللي كانوا برحلوها، فأنزلوا الهودج من البعير اللي كانت راكبة فيه السيدة عائشة، أنزلوا الهودج في الأرض عشان لو عايزة تنزل تنزل يعني. وفعلا السيدة عائشة نزلت من الهودج وقالت: ذهبت لأقضي حاجتي. بعيد من مكان نزول الجيش، السيدة عائشة ذهبت لإيه؟ عشان تقضي حاجتها.
فعلا قضت السيدة عائشة حاجتها وانتهت وجاءت راجعة. قالت: وأنا راجعة بعد ما قضيت حاجتي التمست صدري فافتقدت عقد لي من جذع ضفار. يعني هي قضت حاجتها وانتهت وجاية راجعة، قالت أنا لمست صدري كده فكانت لابسة عقد، فقالت فقدته ما لقيته، فافتقدت عقد لي من جذع إيه؟ من جذع ضفار. من جذع ضفار، والضفار قيل اسم موطن لليمن وقيل بالبحرين. يعني المهم يعني هي أرادت أن تقول هو عقد ثمين، أو أرادت أن تبين مصدر العقد، فقالت افتقدت عقد لي من جذع ضفار. فرجعت السيدة عائشة تبحث عن عقدها، قالت فحبسني ابتغاؤه. يعني هي بتبحث عن العقد، بحثت عنه مفافة فحبسه، يعني أخذ منا زمن كثير البحث عن إيه؟ عن العقد. لكن في الأخير لقته، في النهاية وجدت العقد وجاءت راجعة. بعد ما لقت العقد جاءت راجعة لمكان نزول الجيش. قالت السيدة عائشة: لما وصلت مكان نزول الجيش وجدت الجيش قد رحل. لقت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رحلوا، يعني الرسول أمر الجيش بأنه يرحل ويواصل المسير بتاعهم، وفعلا فجاءت لم تجد أحدا في مكان نزول الجيش. قالت السيدة، طبعا هنا في سؤال بيتبادر للذهن، الجماعة قبل نزلوا الهودج بتاعها، لما جاء رفعوا الهودج ليه ما فقدوا السيدة عائشة؟ فالسيدة عائشة قالت في الحتة دي، قالت ولم يفتقدني الذين رفعوا الهودج ظنا منهم أني داخل الهودج، لأن يا أخوان الهودج بيكون مغطى من الجهات كلها، فهم جو رفعوا الهودج في البعير أو الجمل اللي كانت ركبها السيدة عائشة وانطلقوا، يعني اعتقدوا أن السيدة عائشة هي داخل إيه؟ داخل الهودج. عشان كده هي قالت ولم يفتقدني الذين رفعوا الهودج ظنا منهم أني داخل الهودج. طيب في سؤال تاني بيطرح نفسه، ليه ما أحسوا بوزن السيدة عائشة؟ ما هم رفعوا الهودج، يعني طبيعي يحسوا بخفة الهودج، فليه ما أحسوا بعدم وجود السيدة عائشة داخل الهودج؟ أيضا أجابت السيدة عائشة عن هذا السؤال وقالت وكنا النساء آنذاك خفافا لم يثقلن باللحم. أيضا قالت وكنت جارية حديثة السن. للسببين ديل السيدة عائشة وزنها كان خفيف، عشان كده لما رفعوا الهودج ما أحسوا بأن هي داخل الهودج أو لا. إذا لسببين، السبب الأول جارية صغيرة السن، حديثة السن يعني صغيرة إيه؟ السن. والحاجة الثانية خفيفة الوزن، خفيفة إيه؟ الوزن. للأسباب دي الذين رفعوا الهودج ما أحسوا بعدم وجود السيدة عائشة فيه فرفعوا الهودج وانطلقوا. السيدة عائشة قالت لما وجدت الجيش رحل جلست في مكاني ظنا مني أنهم سيفتقدونني ثم يرجعون إلي، لكن ما فقدوا السيدة عائشة إلا في المدينة. نحن نخلي السيدة عائشة في مكان نزول الجيش، وإن شاء الله الحصة الجاية نعرف الحصل ليشنو. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله.